لونا كلاسيك والحرق الجديد من منصة باينانس وأخبار بتخص العملة. إذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، معك عمر من قناة عالم العملات الرقمية. صديقي، إذا عجبك المحتوى لا تنسى تدعمني باللايك والاشتراك لحتى يصلك كل جديد. بتمنى منك صديقي تلقي نظرة على قناة التليجرام لتشوف أرباحي بنفسك، ما تفوت على نفسك الفرصة وتنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. صديقي، صفقاتنا مجانية بسوق الفوركس، أيضا صفقات كريبتو ناجحة جدا. الحرق رقم 11 لمنصة باينانس، وهالمرة الحرق مختلف، 2,600,000,000 عدد من قطعة عملة لونا كلاسيك، وطبعا إلى الآن ما تحرك سعر من عملة اللونا. لكن صديقي، مهم بيت القصيد اللي بدي أخبرك عليه، الأخبار الرسمية من فريق الرسمي لعملة لونا كلاسيك ببدء إدخال التطبيقات الذكاء الاصطناعي لبلوكشين تيرا كلاسيك. وطبعا صديقي، هذا الخبر رسمي من مجلة الانفينستيك. السؤال هلا صديقي رح تسألني، ايمت رح ترتفع هاي العملة؟ وطبعا من المقرر العمل من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الربع الثالث من هاي السنة، يعني بالضبط صديقي لشهر 9. صديقي، العملة عليها انفجار، لكن ما بنقدر منحدد موعد الانفجار الا لحتى يكتمل التحديث ويتم تحويل تجمع أموال المجتمع لتطوير بلوكشين لونا كلاسيك. وطبعا صديقي، أنا لما بتكلم عن هاي العملة أنا بتكلم بانحيادية، أنا ما بشجع على الاستثمار وعلى البيع. صديقي، قرار الاستثمار هو قرارك الشخصي. العملة حاليا بمستويات دعم، أنا ما بنصح البيع حاليا فيها. ممكن مع انخفاض استحواذ البيتكوين نشوف انفجار للعملات البديلة، وبوقتها صديقي ما ممكن تشوف هيك أسعار. لذلك صديقي، دائما سوق العملات الرقمية بيتطلب منك الصبر حتى ما تبيع عملاتك على خسارة وتندم. وتأكد صديقي، تطوير العملة كمان محتاج إلى بعض من الوقت. لذلك صديقي، نحن ما فينا منقول العملة رح تنفجر اليوم أو بكرة. صديقي، إذا عجبك المحتوى لا تنسى تدعمني باللايك وتعمل لنا اشتراك لحتى يصلك كل جديد من أخبار من عملة لونا كلاسيك. صديقي، إذا كنت بتفضل أهم الصفقات الاستثمارية المرابحة أكثر من 500%، ما عليك صديقي إلا تنضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو. بالإضافة لأرباحنا بسوق الفوركس، صفقاتنا مجانية.